اول حاجه هنبتدي بيها ان انا هحط الرز عشان يستوي. النهارده عاملين رز اخضر، الرز الاخضر ده عاملاه بالفلفل، وهحط عليه كده شويه بروكلي مع شويه روزماري وزعتر اخضر. النهارده الرز باللون الاخضر عاملينه اخضر طبيعي، يمكن احط لون كده بسيط من الوان الطعام لو ايه احتجت. خلاص طيب، هجيب الحله كده الاول اسخنها كويس، احط عليها معلقتين زيت، وهنحط البصله تتشوح كويس، وبعد كده هنحط مطرحها مكانها الفلفل. هقلب كده البصلايه، هسيبها شويه بعدين ابقى اتبلها بالايه بالملح والفلفل. طيب تعالوا بقى نشوف اول تتبيله معانا، تتبيله صدر ديك رومي. احنا عندنا هنا عرق ديك رومي، بنجيبه ازاي؟ بيبقى موجود كده بالطريقه دي، ونقول له يلفه لنا كده بالدباره، يعني هو هيظبط كل حاجه. خلاص طبعا انا غسلاه كويس جدا، هبتدي بقى احط عليه، هرشقه كده واحط عليه توم، وهتبله بملح وفلفل، بودره ثوم، بودره بصل، حبه كزبره. انا مش بحب التتبيلات بتاعه العرق تبقى كتيره، بالعكس الزيت والملح والفلفل والبابريكا مثلا وبودره الثوم كفايه قوي. هجيبه كده فكروني بس بالبصله كل شويه عقبال ما نحط، عايزين نحط الفلفل معاه. بصوا الفتحات المربعات دي هتسهل لنا ان احنا ايه اهو نرشقه كده، سواء حطينا فيه فصوص الثوم او هنرشقه عشان ايه التتبيله تدخل جواه. هجيب الثوم بقى كده واقطعه بالنص بالطول عشان الواحده تخينه شويه، الا لو الثوم صغير، وادخلها كده اهو. طيب هبص كده بقى على البصله عشان عايزه ادخل معاها الفلفل، لسه شويه صغيرين، ممكن بس اعمل ايه ادخل مكعب المرقه، احط لها فلفل اسود واستنى شويه. الرز بس مكوناته سهله جدا، ماشي فلفل اخضر اهو رومي، ولو عايزينه حبه سبايسي حطوا قرن فلفل كده حراق. عندنا كمان رز ابيض مصري، عندنا مكعبات من مرقه الفراخ او اللحمه او الخضار، عندنا زبده، زيت، ملح وفلفل اسود، هحط عليه حبه كرفس، حبه روزماري. خلاص وممكن والله ادخله كده ايه بروكلي. طيب انا كده حطيت الثوم في اغلب الاماكن، انا عملت كذا فتحه طبعا، وقلت لكم الفتحات انا عملتها ليه عشان ايه احطها في التتبيله تدخل جوه الديك الرومي. زيت، خل، زيت، حبه خل، كزبره، بودره ثوم، بودرة بصل، حبة بابريكا، حبة حلوين كده، وابتدي ادهنها. هقول لكم لا احسن ما ادهنها، هجيب بولة كبيرة كده احط فيها العرق كله واسيبها بقى دي كده ايه خلاص، دي تتساب ليله او حتى ليلتين اهو. نسيبها كده بقى، نحط فيها شويه روزماري، طيب نبص كده على البصله. اوكي خلاص كده هنبتدي نحط الفلفل، ونقلب، نقلب كده كويس قوي. يبقى انا حطيت البصله قلبتها كويس قوي قوي، اهو الفلفل
الرز، خطير طعم البصل والفلفل مع الرز ده، هيعجبكم قوي قوي قوي، وطعمه مختلف وفي نفس الوقت لا يباع اللي احنا عمالين نعمله. عايزين نعمل الوان كده في الاكل، اخضر واحمر واصفر وذهبي اهو. فاضل ايه؟ الزبده بس، احط له بقى الميه المغليه واسيبه يستوي براحته على ايه، على نار هاديه. كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، وهتقولوا لي في بصل وفلفل فهينزل ميه، اه انا عايزاه جوسي شويه. خلاص اهو، بصوا بقى في كده ايه، كرفس، زعتر، روزميري، اي حاجه خضراء هحطها صراحه. ماشي، هعمل كده. بصوا اتفرجوا عليه، شايفه عاملين ازاي، يجنن اصلا. كل اللي ممكن اعمله احط لون اخضر بسيط وهو ايه، بيستوي. بسيط قوي عشان يبقى طبيعي، هحط نقطه كده واقلب واشوف. يعني عايزاه اخضر فاتح، ممكن نقطه كمان. صغننة قوي كده بس، ريحة الرز اصلا جميلة جدا، الفلفل عامل ريحة للرز مش طبيعية. Thank you.